إذن يعني انطلاق منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون تنافس قوي، المباريات راح يكون فيها يعني على درجة عالية من الإثارة. هذه البطولة بالإضافة إلى أنها تحمل اسم غالي علينا في المملكة، إلى أن الفائز يشارك في دوري الأبطال كأيضا طرف، وسيكون أيضا طرف في نهائي كأس السوبر. هي فرصة ذهبية للأندية اللي خليني أقول لك يعني شايفة بأن المنافسة على الدوري صعب أو فقدت المنافسة. صحيح، بداية خلينا نصبح على العزيز أبو محمد ونقول له صباح الخير يا أستاذ أحمد. في جدة مساء الخير. أي هم توم بس حنا إيه حنا الصباح. ولكن البطولة بالتأكيد أنه منتظر هذا الموسم أنه يكون فيه نتائج يعني غير متوقعة، أقصد فوز بعض الفرق غير المرشحة بحكم أنه مستويات الفرق هذا الموسم يعني فيه تكافؤ كبير في مستوياتها، والنتائج كانت غير متوقعة في معظم المباريات. فما أعتقد أنه حيكون يعني المباريات كأس الملك تختلف عن الدوري، حيكون في يعني فريق مثل ضمك لو فاز على الشباب لن تكون غريبة، لأنه فريق قوي في هذا الموسم في الدوري وحقق الحقيقة نتائج جيدة. متوقع أنه يكون في تقلبات في ظل أيضا انخفاض مستويات بعض الفرق اللي يعني تعودنا أنها تكون دائما في القمة، ف يعني بطولة منتظر أنها تكون مثيرة. طيب خليني أسمع رأيك أحمد الشمراني، يعني إحنا نعرف بأنه بطولة مثل بطولة كأس الملك يعني هي هدف أكيد رئيسي لكثير من الأندية، وباعتبار أيضا أن الأهلي خليني أقول لك فقد المنافسة تقريبا على لقب الدوري، هو أكثر الأندية حصولا على كأس الملك، ممكن تكون عودته لمنصات التتويج عبر هالبطولة؟ طبعا قبل أن نبدأ خليني أحتفي بالصوت الجميل، صوت زميلنا وحبيبنا جبريل أبو دية، نشكر لكم في المنتصف أنكم قدمتوا لنا من خلال هذا التقرير، وهو الرياضي القديم والإعلامي المتجدد دائما. أما بالنسبة لهذه المسابقة أعتقد أنه في السنوات الأخيرة خلاص كسر الحاجز، حاجز الخوف، بمعنى اليوم أنه تقدم لنا الأسماء جديدة، مثلا التعاون عندك والفيصلي، التعاون وصل النهائي مرتين وحققه مرة أمام الاتحاد وخسروا أمام الفيصلي، اليوم حقيقة ما صار عندنا عملية نظرة استعلائية من خلال الفرق ذات التاريخ وذات النجوم وذات الإمكانات، وخاصة في مثل هذه المسابقة. وهذا أيضا أعتقد أنه حافز كبير لكل الفرق. اليوم أنت لو تتابع وتشوف المباريات من الصعب جدا ومن الصعوبة مكانك ترشح فريق على آخر. صحيح أن الأهلي الآن أو كما هو أيضا أي فريق آخر، النصر طبعا، النصر من 30 سنة من 90 كما يقول التقرير ما حقق البطولة، وبالنسبة لا تعتبر أيضا هم كل السنين. الأهلي لا شك أنه لو فيما لو حققها ستصحح الكثير من من سلبيات الموسم. أنا ليش سألتك عن الأهلي؟ لأنه الأهلي اليوم في ترتيب الدوري في المركز التاسع، فهو بعيد جدا عن المنافسة. النصر ممكن يرجع في أي وقت. أكيد أكيد. وبالنسبة للأهمية ترى الأهمية لكل الفرق، أنت ذكرت في المقدمة ملمح جميل لما قلت أن البطل حيحجز مقعد آسيوي، ولما قلت أن البطل سيلعب في السوبر، ضف إلى ذلك التشريف الكبير طبعا لأي بطل بحضور خادم الحرمين الشريفين وتتويجه، وأيضا المكافأة المالية ترى أعلى من مكافأة الدوري كما أعتقد. بالتالي إحنا قادمين على مباريات، صحيح أن هناك فرق في الدوري مستوياتها جيدة، وصحيح أن المحلل عندما يتكلم دائما يديها النسبة لكن ليست نسبة عالية. في المجمل أعتقد أنه أيا كان الفائز في دوري 16 لا تمثل لنا مفاجأة بقدر ما تمثل لنا صورة أخرى لمعنى التنافس في الدوري السعودي. 16 فريق كل فريق منهم حقيقة تحفز أنه يصل لهذا الشرف، شرف النهائي وشرف أيضا تحقيق نعم. هذه البطولة نعم يعني البطولة هذه مهمة جدا، وبالتالي في بعض الفرق ستلعب البطولة بدون لاعبينها الأساسيين اللي هم مشاركين في كأس العرب على سبيل المثال. الاتفاق صحيح راح يفقد 4 لاعبين تقريبا، وهذا شيء مضر لأي فريق انه عنده لاعبين، ومن حقه انه تؤجل مبارياته. حسيت يكون في يعني في تكافؤ فرص وعدالة منافسة انه انا ما تدخلني في بطولة. هم ليش ما يرجعون طيب يلعبون؟ مو فريقهم لاعب اليوم. طيب اليوم بالتأكيد نتكلم عن السبت، نتكلم عن الأحد يعني الاثنين مستحيل حيلعب الاثنين مستحيل حيلعب. بعدين فريق ويلعب محقق الثلاثاء وفريق محقق ايه البطولة يلعب الثلاثاء أبو يزيد حتى لو ايه كانت يومين ثلاثة، أنا ما أعتقد أنه في أنه فيه يعني الوقت يسمح أن المباريات تؤجل أكثر
خصوصا للفرق اللي عندها اكثر من لاعبين، يعني هذه اربعه لاعبين عدد مو بسيط، اضافه الى انه الفريق حقق البطوله بالتاكيد سيغادر الى الجزائر، سيحتفل بالبطوله، سيعود يمكن بعد ثلاث اربع ايام. على اي حال انه البطوله تحتاج الى ان نعطيها الاهتمام، لان بطوله مهمه وبطوله فيها تمثيل خارجي، ومن حق اي فريق انه يلعب بكامل نجومه. نعم. طيب ايضا في واصل الهلال على المستوى المحلي ايضا نتائجه المتراجعه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين، تعرض الخسارة الأولى أمام الغريم التقليدي النصر بهدفين يوم الخميس الماضي. بعد هذه الخسارة كان في ردة فعل قوية، بالرغم من أن الهلال يعني ما زال في المنافسة، قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا حقق دوري أبطال آسيا، إلا أنه في يعني حالة من الغضب اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال ردود الفعل على منهجية في البداية غاردم وعلى الأداء العام للاعبي الهلال. الخسارة كانت أمرا يخلو منه واقع الهلال وأرقامه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن في الوقت نفسه كانت كل المؤشرات تؤكد أن الخسارة قريبة ومتوقعة في أي لحظة، مع الأداء المتواضع الذي ظل يقدمه لاعب الهلال في المباريات السابقة، لتأتي على يد الغريم النصر في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري. الأصوات الهلالية تعالت منتقدة الطريقة التي يلعب بها المدرب في الدوري المحلي، على الرغم من تمكنه من قيادة الفريق للحصول على لقب دوري أبطال آسيا، ولكن الاستمرار بسلسلة من النتائج السلبية جعل الجماهير الهلالية تعبر صراحة بعدم رضاها عن أداء المدرب في الملعب، وبخاصة بعدما ابتعد الأزرق كثيرا عن قمة الترتيب التي يحل فيها الاتحاد، والذي تجمعه أيضا مباراة مؤجلة مع الأزرق المتعثر، فالفوز فيها سيعيد الثقة باللاعبين، مما يسهم في ترتيب الأوراق الفنية من جديد في سبيل المنافسة من أجل المحافظة على لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي. الهلال يملك حتى الآن 21 نقطة من 12 مباراة لعبها حتى الآن، انتصر في 5 مباريات وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة. طيب الحديث عن الهلال في هذه المرحلة، ما في شك بأنه يعني في تراجع في مستوى الفريق تحديدا بعد تحقيق يمكن لقب دوري أبطال آسيا، كان في كثير من المطالبات على أهمية تصحيح المسار بالنسبة لمنهجية المدرب غارديم. أنت شايف في حالة من الغضب موجودة اليوم؟ صحيح. شوف حنا يمكن الأربعاء الماضي تكلمنا وقلنا أن النصر كفته حتكون أرجح في المباراة، بحكم أنه فريق الهلال عنده أزمة فنية حقيقية، لأنه غير قادر على التسجيل، غير قادر على صناعة الفرص، غير قادر على فرض أسلوب لعب معين، وبالتالي يعني أي فريق لا يستطيع التسجيل وصناعة الفرص لا يمكن أن يفوز. الأزمة الفنية الحقيقة في كل مباريات الدوري تقريبا، ولكنها لم تكن موجودة في دوري أبطال آسيا، بحكم أنه اللاعبين عندهم حافز وعندهم رغبة كبيرة، وقدموا يعني تفوقوا على أنفسهم وقدموا ما يليق بخبراتهم وتجربتهم. ولكن على صعيد الدوري من الصعب جدا أن تستحضر نفس الروح ونفس الحماس ونفس العقلية اللي لعب فيها في دوري أبطال آسيا. الآن الوضع الهلالي يحتاج إلى أنه يكون فيه يعني دراسة لأسباب هذا التراجع، لأنه الموسم الماضي مع رزفان حصل نفس الشيء، ولو لم يتم إبعاد رزفان لما حقق الهلال الدوري. يعني كثير ترى ينسون هذه النقطة ويتغافلونها، لو استمر رزفان، لأنه كان في معدل منحدر للأداء و11 مباراة لم يستطيع الفريق أن يفوز،
فما عاد في أكثر من كذا. إذا أنت عندك مشكلة، النقطة الأهم إنه إذا فيه هبوط جماعي في مستوى اللاعبين ففي الغالب فتش عن العمل الفني، فتش عن المدرب، فتش عن الـ 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 يعني الـ الأداء. أنت شايف إنه الهلال وصل لطريق مسدود مع جارديم؟ أنا أقول هذا المدرب لازم يمشي. لا أنا لا يمكن أن أقول هذا الشيء. أنا أقول يجب أن تعرف الإدارة الهلالية والمعنيين إنه عندهم أزمة، يجب أن يبحث أسباب هذه الأزمة. هل هو مدرب؟ هل هو لاعبين؟ هلو، لاني انا لا استطيع ان احكم مثلا على عمل المدرب وانا ما حضرت ولا تمرين ولا ادري ايش اللي صاير تحت بس خلف الابواب. في الملعب ما تقدر ما اشوفه شاهدت علمتك عليه، قلت لك انه في هبوط مستوى جماعي، في غياب لصناعه الفرص، في غياب للتهديف. في انتقادات كثير للجارديم انه فريق بهذا الثقل مثل الهلال وعنده نجوم بهذا الوزن ما انت قادر تتعامل مع. ما في شك اذا في احد يفشل مع هالكوكبه من اللاعبين يعني الان على فكره على فكره هلال الان تقريبا كم الرابع والخامس يعني ترى حيكون من لاول مره يمكن في من سنوات طويله انه يقع في هذا المركز. يعني لو املت على المباريات المؤجله خرج الهلال بنقطه واحده من 6 نقاط في مباراتين مؤجله وبالتالي لم يستفد منها. فلا تأمل على المباريات المؤجلة، قد تفشل في الاستمرار. الموسم الماضي خرجت اعتقد امام القادسية في من كأس الملك، هذا الموسم عندك مباراة الرائد وقد تكون تكرار نفس الذي فيجب أن يعني تدرس وتبحث. والثقة كبيرة أنه إدارة الهلال قادرة على إخراج الفريق من هذا النفق بأي طريقة كانت، إما كان السبب اللاعبين، كان السبب المدرب، كان السبب أيا كان، هم من يستطيعون تحليل الأمور ودراستها بحكم الخبرة الكبيرة والتجربة اللي مرت، خصوصا أنه آخرها الموسم الماضي. فيعني الواحد يستفيد صحيح. ويتعلم من ما مر فيه من تجارب. نعم. طيب في أسماء يعني متداولة لتولي الدفة الفنية في الهلال، احنا قلنا أسماء متداولة وليست أسماء مرشحة، أسماء تتداولها في مواقع التواصل أو الجماهير الهلالية في من يطالب بهذه الأسماء. خلونا نشوف أبرز الأسماء اللي ممكن تكون يعني ضمن مطالب الجماهير الهلالية لقيادة الفريق الهلالي. في أسماء منها ممكن تكون يعني متاحة خلال الفترة الحالية، في أسماء صعبة شوي. طيب خليني أسألك أبو محمد، إقالة المدرب جاردين تأتي ضمن حلول تعتقد الإدارة الهلالية في الفترة الحالية باعتبار أنه مثل ما أنت شايف الوضع؟ شوف عندنا هنا في الدوري السعودي اللي يحكم دائما الاستمرار المدرب هي النتائج، فما بالك عندما يكون هذا المدرب يدرب فريق بحجم الهلال للتو عائد من بطولة آسيا ومن بعدها حتى اللحظة ما قدم أي مستوى مقنع، بمعنى أنه الفريق قال لي قلب ويزيد كلمة عجبتني لما يقول إذا وجدت هبوط جماعي في الفريق فتش على الأمور الفنية. فأعتقد أن الهلال اليوم لو بتلاحظوا بيلعب بلعب ما ممتع، الهلال كان حتى وهو يخسر يقدم لك كرة قدم ممتعة، لكن اليوم الهلال للأسف الشديد ما صار عندها حلول. كان سابقا من كرات ثابتة يسجل، كان سابقا في آخر الثواني حتى وهو مهزوم يحاول بشتى الوسائل خلق فرص لتعديل المسار. اليوم الهلال عندما يتخلف صعب يعود، وشاهدنا أمام النصر حقيقة رغم أن النصر لعب منقوص 4 أو 5 لاعبين الأجانب، وهذا أيضا مؤشر يؤكد لك أن الفريق يعاني. صحيح أنه في انخفاض مستوى لاعبين مؤثرين داخل الفريق، لكن هذا أيضا يحتاج إلى مناقشة مع اللاعبين أنفسهم. حكاية اتخاذ قرار بهذا الحجم، إعفاء مدرب، ومدرب لا شك أنه عالمي، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى وجهات نظر فنية من داخل النادي. إحنا نحكم من خلال نتيجة، الجمهور عاطفي، هزيمة واحدة ربما تجعله يطالب بالتغيير، وفوز واحد ربما يجعله أيضا يطالب باستمرار المدرب. لكن الهلال يملك لا شك خبراء فنيين يدرسوا هذه الأمور يناقشوها، وإن كنت أرى أنه بعض الآراء الهلالية والآراء المؤثرة سواء من خلال الأعضاء الشرف أو من خلال المحبين بدأت من الآن تحمل المدرب تبعات ما يحدث، وهذا مؤشر يؤكد من المدرب ربما على وشك الرحيل. والهلال تعرف أنت مثل هذه الأمور ما يتأخر، لأنه يدخل كل موسم هو يبحث عن كل البطولات. مباراة الرائد
لا شك أنها محك كبير، وربما إذا استمر الوضع على ما هو عليه تكرر ما حدث في مباراة القادسية الموسم الماضي. نعم. طيب أيضا بما أن الحديث عن المدرب غارديم، فيعني لا يمكن أن يكون هذا المدرب هو الأسوأ من بين المدربين، باعتبار أن لغة الأرقام تتكلم عن مدرب حقق دوري الأبطال. لكن أيضا في المنتصف اليوم نرصد لكم أسوأ المدربين اللي مروا على الهلال تاريخيا على مستوى نتائج البطولات. كثير نسمع بأنه فيتوريا قريب من الهلال. والله ما عندي علم بصراحة، ولكن أنا أقول لك دائما أنا أستغرب أنه بعض الناس مثلا يطالب بأسماء بدون مبرر. يعني مثلا واحد يقول أبغى دياز، طيب دياز فشل في كل محطة راح لها، راح للاتحاد فشل، راح للنصر الإماراتي فشل، في الهلال في آخر مرحلة فشل، في السنة الثانية في الهلال فشل، راح البيراميدز فشل. تجي مثلا الفيتوريا، فيتوريا بغى يهبط النصر معه، اختركه في المركز التاسع أو الحادي عشر وأقاله الفريق الروسي. فبالتالي في أي منطق أنت تطالب بلاعبين؟ يعني هذا المتاح ممكن يقول لا، ما هو بشغلك المتاح. المتاح الوكلاء هم اللي يعرضون والإدارة هي اللي تختار. خصوص صعبة باعتبار ارتباطه مع بنفيكا. يعني أنا ما أبي أرشح أسماء لأن أنا ماني متأكد أنه هل الخلل تدريبي ولا لا، خلل فني، في مشكلة، في ضعف شخصية مدرب، عنده عمل جيد في التمارين ما هو قادر ينفذها، في أشياء كثيرة تحكم. ولكن بشكل عام في مشكلة، هذه يجب أن ندرك، يعني لا يجب أن نغمض عيننا كما حدث الموسم الماضي. نغمض لما تروح 11 مباراة وبعدين نجي نقول ها والله في مشكلة لازم نقيل المدرب، ولا في موسم من المواسم أقلنا المدرب في قبل مباراة واحدة من نهاية الموسم اللي هو شو اسمه مدرب الفرنسي كان، لا اليوناني عتشيبان وش بيذكرنا. اليوناني يا شيخ اللي درب الوحدة هذا دونيس. وبالتالي يعني القرار مهم. يمكن أبو محمد ذكر نقطة مهمة أنه للأسف النتائج اللي تحكم، وأنا قلت لك أكثر من مرة أنه مع الأسف أنه معظم الأندية تقرر على النتائج، بينما أنت موجود في النادي وتشوف محاضرة المدرب، تشوف عمله في التمارين، تشوف نتائج وتشوف التطبيق، ويفترض أنك تحكم، عندك قدرة أنك تستقرأ. الهلال أقل مدربين وهو متصدر الدوري. أنت شايف بأنه غارديم ممكن يكون هو المشكلة الفعلية في الهلال؟ أنا عندي سبب حقيقي أنه الفريق فنيا ما هو كويس، ولكن اللي مخليني أتردد وتراجع أنه العام الماضي مع رزفان كان الفريق يشتغل بشكل جيد، بعد كأس آسيا تدهور تام دون معرفة الأسباب، لأن ما نجي داخل الفريق وكان واضح منها السبب الرئيسي ضعف شخصيته. يعني اللاعبين اللي جابوا له كأس آسيا لا يستطيع أن يقول لهم أي شيء، حتى تغيير ما يقدر يغيرهم، ولا عنده استعداد يعتمد على أي لاعب غير اللي جابوا كأس آسيا. فكانت هذه مشكلة رئيسية، لأنه انهبطت مستوياتهم، تعرضوا للإرهاق، ويلعبون في كل الأحوال، فتم هبوط مستوى الفريق. الآن ما أدري أنا شو الوضع بالضبط، ولكن إذا عندك ضعف في صناعة الفرص، ضعف في التسجيل، هبوط مستوى جماعي في اللاعبين، عدم قدرة على تحقيق الفوز، حتى المباراة اللي فاز فيها الهلال فاز فيها يمكن في وقت متأخر، صحيح ما كان فوز مقنع في كلها في الدقيقة 93 94، إذن أنا أمام مشكلة يجب أني أنا أحلها. إيش الحل؟ هذا في يد اللي داخل النادي. هم اللي أنا عندي معلومات معينة ما أبي أبني عليها ولا أبي أذكرها تتعلق في هذا الموضوع، ولكن يفترض أنه من عنده من هو في يده المسؤولية أن يتخذ، أن يكون إيجابي ويبحث ويتخذ قرار. ليس لديك مشكلة إلغاء العقود وتغيير المدربين، هذا جزء من كرة القدم. في دول العالم، أكبر دول العالم، تشيلسي مثلا ألغى حقد المدرب وجاء، ما في شك أمر طبيعي، بس البعض يعتقد أنه والله لا، أنه إحنا ليش كل سنة نجيب المدرب. إنه إدارة الحالية للهلال، إدارة فهد بن نافل، صعبة في اتخاذ مثل هذه القرارات. قد يكون صحيح، ولكن أنت يجب أن تكون جاهز ومستعد. صحيح أنه أنت في وقت صعب وصعب انك تلقى مدرب،
لكن أنت من الأساس كان بيدك مدربين في الموسم الماضي، وبعد ما قلت رزفان كان بإمكانك تحضر مدرب ثقة ومعروف وكل يطالب فيه وأنه يمسك الفريق كان إلى اليوم موجود. بس ترى جاردين ما هو سهل كمدرب، يعني أنت لما تكلم عن سيفي وكمدرب ما في شك، بس في نقطة مهمة، بس أنه مسألة التوفيق وغيرها هذا على الشيء ثاني. أبا أقول لك نقطة مهمة، التوفيق لما يكون الفريق مسيطر على المباراة ويلعب ويصنع فرص ولا يفوز. بس أنت لما تسوي كل العوامل، تجيب لاعب مثل بيريرا وتجيب لاعب مثل ماريجا ومدرب مسيرة على أعلى مستوى ولا تنجح، ما تقدر يعني تقول مشكلتي في تعاقب. بس إذا ما نجحت ما تقدر تتكتف تقعد تقول أنا سويت كل شيء. أنت الشخص اللي على رأس يدك القرار، يجب أنه أنت تباشر تشوف إيش الأسباب، تبحث تعمل تصحح تعدل المسار. إذا السيارة رايح الحفرة وقفها يا أخي. نعم طيب، ما بتقول لا أنا اشتريت سيارة جديدة خلي أنت واضح. طيب المنتصف مستمر وفيه بعد قليل. بعد توقيعه مع الاتحاد، هل يعيد حمد الله مجد المغاربة مع العميد؟ والفوز في الديربي يرتب أوراق النصر ويستعد، والفريق يستعد لكأس الملك بنشوة الفوز في الديربي. حياكم الله من جديد. شهدت الفترة الماضية صراعاً كبيراً بين النصر والاتحاد في إنهاء الصفقات. الشرارة بدأت بمفاوضات المولد والقرني للقضية اللي وصلت اتحاد القدم، امتدت بعدها حتى أنسلمو وأبو بكر، أخيراً حمد الله في الاتحاد. اشتد الصراع بين النصر والاتحاد في فترة التسجيلات خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت عدة مواقف بين الناديين الكبيرين على كسب النجوم المحليين والأجانب. الاتحاد وقع مع الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله قبل أيام، بعدما أعلن النصر رسميا إنهاء التعاقد معه لأسباب قانونية. الجدال والصراع بين الاتحاد والنصر لم يكن محصورا على حمد الله، بل اشتد الصراع في السابق على العديد من اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب، ومن ذلك المفاوضات التي قادها الأصفر لضم كل من الحارس فواز القرني واللاعب فهد المولد في الموسم قبل الماضي، ولكنه فشل في الوصول للاعبين. ومن ثم شهدت الفترة الصيفية الماضية صراعا كبيرا حول تسجيل اللاعب البرازيلي أنسلمو ليظفر بخدماته النصر عقب مفاوضات الاتحاد للاعب، هذا فضلاً عن توقيع النصر مع المهاجم الكاميروني أبو بكر بعدما كان الاتحاد قريباً للظفر بخدمات اللاعب، إلا أن النصر نجح في تحويل وجهته إلى العاصمة الرياض. التنافس لا زال مستمراً حول العديد من اللاعبين، لتشهد الساحة الرياضية جدلاً واسعاً حول أحقية كل ناد باللاعب عقب البيان النصراوي الذي كشف فيه إنهاء خدمات اللاعب بصورة نهائية. ما في شك بأن اليوم الاتحاد يعني فريق مدجج بالنجوم، فريق يعتلي صدارة ترتيب الدوري، فريق يخطط يعني للعودة بصورة قوية هذا الموسم من أجل تحقيق يعني أحد الألقاب، إما
الدوري اللي يتصدره اليوم أو حتى المنافسة على كأس الملك. كيف تقيم أبو يزيد أو عفوا لا خليني أروح لأحمد الشمراني، أبو يزيد عطيناه وضعه قبل شوي في موضوع الهلال، أبو محمد الحمد لله في الاتحاد، يمكن هذا الصراع يعني ممتد من صفقات سابقة، نتكلم عن سلمو أو حتى أبو بكر من قبل أيضا، أنت تعرف القضية اللي صارت ما بين النصر والاتحاد في موضوع فواز القرني وفهد المولد. طبعا أنا معك إنه التنافس للاستقطاب النجوم أمر حتمي في كرة القدم يعني، لكن عندنا للأسف الشديد دخل أحيانا مرحلة إنه عار إن ينتقل هذا النجم من نادي لنادي آخر، يدخل عندنا نفق أيضا صراعات. الاحتراف في الأول والأخير عرض وطلب، واليوم إحنا قفزنا برياضة كرة القدم إلى مراكز أخرى، تصدرنا من خلالها المشهد على مستوى آسيا، وصلنا يمكن للترتيب الرقم 20 أو 25 في السوق المالية لاستقطاب اللاعبين أجانب محليين في ارتفاع العقود، فعلينا أيضا أن ننور عقولنا وتحامل مع هذه الصفقات أنها عرض وطلب في الأول والأخير، هذا إذا كان مثلا هناك من سيسمع هذا الكلام. بالنسبة لصفقة حمد الله اللي تعتبر اليوم هي حديث الإعلام وحديث المجالس وحديث وسائل التواصل الاجتماعي، لا شك أنه على الصعيد الفني حمد الله مكسب للاتحاد، خاصة الاتحاد يحتاج إلى لاعب مواصفات حمد الله، خاصة الاتحاد اليوم ينافس على بطولة الدوري ومتصدر، وجود لاعب بهذا الحجم سيضيف له. لكن بالناحية الثانية حمد الله مع النصر لا شك أنه أيضا قدم أرقام على مستوى كبير، سواء على مستوى الدوري أو على مستوى أيضا كأس الملك الآن ككبير هدافين له في الموسم الماضي والفترة الماضية، لكن حمد الله أيضا له ملف ممتلئ بالمشاكل. هناك ملف أيضا وصل من خلاله إلى أن غرفة الملابس في النصر كانت تعيش للأسف صراعات بسبب حمد الله. أيوة. اليوم الاتحاد هل سيستطيع أن يسيطر على حمد الله؟ هذا هو السؤال. إذا استطاع أن يسيطر على حمد الله ويروض حمد الله ويتعامل مع حمد الله أنه في فريق مختلف تماما وفريق أيضا مع نجوم مختلفين، فالأمور حتى تغير. أنت يا أبو محمد من خلال قراءتك للمشهد في النصر والمشهد في الاتحاد، الاتحاديين قادرين يتعاملون مع حمد الله بشكل مختلف؟ شوف الاتحاد ما يميزه أنه يملك أيضا جمهور يستطيع أنه خاصة النجم يستطيع يتعامل معه بأسلوب مختلف عن المدرجات الأخرى من ناحية الدعم والتشجيع والحماس، إلى درجة أنه حمد الله كان زي ما سمعت كان يتمنى أنه يلعب الاتحاد كما سرب في الفترة الأخيرة. يعني هو كان في النصر ويتمنى يلعب في الاتحاد؟ هذا الكلام اللي يسرب أيضا. أيه. هذا الكلام سرب من خلال النصراويين، وكان يقول حتى من خلال إعلامي نصراوي للزملاء أنه منية أنه يلعب الاتحاد، وهذا الإعلام يقصد من خلالها أيضا أنه هناك مفاوضات، لا هي رغبة في الأول والأخير. الاتحاد نعم. قادر أنه يروض حمد الله، وحمد الله أيضا قادر أنه يروض نفسه. حمد الله أنت خلاص وصلت إلى مرحلة النجومية، اكتملت أيضا، فأتمنى أنك تستفيد من أخطائك وتقدم نفسك بشكل جيد، خاصة وأنك مع فريق اليوم متصدر، وأيضا في مرحلة ستثبت من خلالها للنصراوي أنك النجم الأوحد والنجم اللي خسره النصر. في النصر المعيب أو النقطة السلبية أن هناك من كان يدلل حمد الله، من كان يدلل حمد الله على حساب الفريق، من كان يدافع عن أخطاء حمد الله، من كان يبحث إلى 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 عندما ارتكب حمد الله أي خطأ يدافع عنه العالم والصورة تفضحه، لكن في النهاية الآن انقلبوا على حمد الله بسبب أيضا أنه وصلوا المرحلة ما عاد يقدروا يتحملوا من خلال حمد الله. الأمور القانونية أنا لن أتحدث فيها لأن هناك للأسف الشديد عدم رؤية واضحة. النصر يقول أنا أملك أدلة، قانونيين ثانيين يقول لك لا حيلعب الاتحاد، ولا القضية ترفع الاتحاد الدولي وتنتهي متى تنتهي. لكن في النهاية نبارك الحمد لله بانتقال الاتحاد ونتمنى أن يستفيد من الدروس الماضية. نعم. طيب بما أن هذا الحديث عن حمد الله، تجربة اللاعبين المغاربة مع الاتحاد كانت إيجابية في سنوات ماضية، في كثير من اللاعبين اللي وضعوا بصمة مع عميد الأندية السعودية. المنتصف يرصد أبرز المحترفين المغاربة في الاتحاد تاريخيا.
الاتحاد في هذا الموسم أيضا يملك أسماء قوية، أسماء لامعة، خماسي للأمانة مرعب. نتكلم عن كورنادو، رومارينهو، حجازي، بالإضافة إلى الحارس قروهي، واليوم حمد الله، وبكرة ما نعرف بعد. فريق ما في شك بأنه فريق راح يكون منافس قوي على لقب الدوري، أسماء نتكلم عنها يعني أسماء كبيرة في الدوري السعودي، وبالفعل هو فريق بطل اليوم. صحيح، أنا أعتقد أنه إضافة كبيرة للفريق الاتحاد، ويمكن في حلقات سابقة أنا قلت لك يمكن الاتحاد لا يملك المؤهلات اللي تجعل يستمر في صدارة الدوري بحكم أنه كان فيه كثير من المباريات كانت نتائج فقط وليست مستوى، ولكن بوجود حمد الله أنا أعتقد أنه سيكون إضافة قوية جدا، يمكن إذا خصوصا إذا لعب بمستوى وكان فعلا يعني النجم الأول للفريق، بالتالي سيكون الاتحاد خطير وقادر على أن يفوز في أي مباراة، لأنه لاعب هداف، لاعب متعود على الملاعب السعودية ومتعود على الدوري، فبالتأكيد أن الصفقة يعني مفيدة جدا للاتحاد، بشرط أن يعني يبتعد عن المشاكل اللي كانت في النصر وأخرجته خارج الملعب. هذا الفريق بطل للاتحاد، نقدر نقول كذا، ما في شك فريق الاتحاد فريق كبير وفريق ما يحتاج، ما في أحد يعني ليس مكان مع التشكيك، ولكن وجود حمد الله سيكون إضافة قوية وبالتالي تعطيه يعني أفضلية في الدوري، أنه ممكن يكون يعني مرشح رقم واحد بعد انضمام حمد الله، وإذا كان في إضافات أيضا في الشتوية بالتأكيد سيكون الوضع أفضل بكثير. طيب في ملف آخر أيضا، الانتصار اللي حققه النصر على الهلال خلق أجواء إيجابية داخل النادي الأصفر، على الرغم من أن النتائج المخيبة اللي حصل عليها الفريق أيضا في الموسم الكروي الحالي وضعته في مركز متأخر في الترتيب، والفريق يحتاج إلى عمل كبير للعودة مرة ثانية. استعاد النصر جزءا من بريقه الفني في الموسم الحالي عقب انتصاره المستحق على غريمه الهلال في قمة مؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري، حيث تمكن الأصفر من الحصول على نقاط غالية عوض بها جماهيره الخسارة القاسية التي تلقاها أمام الطائي متذيل ترتيب الدوري، ليضرب النصر هذه المرة ويحقق انتصارا جديدا على فريق كبير بعدما صدم الأهلي بالانتصار عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في جدة. مكاسب عديدة حصل عليها النصر بهذا الفوز، أبرزها منح الجهاز الفني الجديد الثقة في إدارة هادئة لفريق كرة القدم في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها المباراة الأولى التي يشرف عليها الأرجنتيني روسو المدرب النصراوي الجديد، بالإضافة إلى أن القمة أمام الهلال تعتبر الأولى عقب إنهاء التعاقد مع الهداف المغربي حمد الله، إضافة إلى تميز العناصر المحلية والأجنبية والانسجام الكبير بين لاعبي الفريق في كل الخطوط. النصر يملك من الرصيد 20 نقطة في المركز الخامس بالترتيب خلف الهلال صاحب المركز الرابع، حيث سجل هجوم الأصفر حتى الآن 21 هدفا كثالث أقوى هجوم بعد الاتحاد والشباب، بينما استقبلت شباكو 16 هدفا حتى الآن. أبو محمد، ما أقدر أقول إلا أنه فوز النصر على الهلال يعتبر يعني عامل إيجابي لدعم الفريق، خصوصا أنه مدرب جديد، أجواء جديدة في النادي، تنظيمات إدارية، الوضع اختلف شوي. إلى حد ما اختلف الوضع، وخاصة أن هذه المباراة أعادت قليل من فريق النصر، أعادت حقيقة لمدرج الهدوء، لجمهور الهدوء. تخيل أنت لو خسر النصر وفي نفس المساء أعلنوا انتقال حمد الله للاتحاد، كان وجدت ردة فعل كوارثية، لكن حقيقة
لا 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 ما هذه الليله ما تمشي على مسلي المعمر كان ها؟ ما كانت تمشي نهائيا، لكن الحقيقه الفوز عالج كثير من الامور، لكن هذا لا يكفي. النصر يملك مقومات الفريق البطل، يملك المال، يملك انه قادر يجيب اي نجم اي مدرب، لكن مشكله النصر في عدم الاستقرار. مشكله النصر، وهذا تساؤل يطرحه الكل، من يجلب اللاعبين للنصر؟ انا لاحظ ان النصر يركز على كم ولا يركز على كيف. كثير من اللاعبين المحليين وحتى الاجانب كان يستقطبهم للنصر على الاسم فقط لا غير، وعلى الهاشتاج، وعلى ايضا الظهور في المانشيت الاول من الصحف وفي البرامج، لكن على ارض الميدان ما قدموا شيء. النصر اللي فاز على 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 الهلال ما لعب الا يمكن لاعبين فقط لا غير او ثلاثه جانب. بالتالي اعتقد انه هناك اخطاء اداريه داخل النصر سببها عدم الاستقرار، ايضا سببها عدم وحده القرار، واقولها ربما من ما ندري من يفكر للنصر، من يغير للنصر، من يتخذ قرار النصر. نعرف ان مسلي ابن المهنه وابن الاعلام وابن شيء، لكن على مستوى ادارات الانديه وخاصه في الانديه الكبيره تختلف الامور. هناك ربما داعم يسير الامور وداعم هو اللي يتدخل في اي لحظه. فاعتقد ان النصر السبب الاول والاخير في عدم استثمار وهذا القدره الماليه وهذا الكم الكبير من عدم الاستقرار وعدم ايضا البحث عن اللاعب المناسب. قد يجيب لك اربع لاعبين في الوسط ما يحتاجهم، يحتاج حارس ويحتاج قلب دفاع ولا يجيب حتى المدافع، عندما حضر المدافع الارجنتيني ما قدم له اي شيء. فاتمنى من النصر ان يستثمر هذا المال في وحده قرار تخدم الفريق وليس وحدة قرار تتخذ على من خلال مشجع متعصب أو من خلال هاشتاج أو من خلال مساحات. يعني أعتقد أنه حقيقة المساحات وانقسامها حول النصر ضر بالفريق كثيرا. نعم. طيب النصر في مرحلة تعتبر مرحلة حساسة في المشوار المحلي على مستوى الدوري، نتائج غير مستقرة، كأس الملك راح يكون الفريق أيضا أمام خصم قوي ولا يستهان فيه، مرحلة بالفعل يعني تحتاج إلى تعامل بشكل مختلف. رصدنا بعض الأسباب اللي ممكن تحافظ على توازن النصر في المرحلة الحالية. الحديث عن النصر، ممكن تكون مباراة الديربي هي انطلاقة الفريق النصراوي للعودة مرة ثانية منافسة على صدارة الدوري، الذهاب بعيدا في كأس الملك؟ هي بالتأكيد صفحة جديدة، يعني بداية جديدة بانتصار على المنافس وبمدرب جديد وبأنفس أهدأ قليلا بعد الاستقرار اللي تحقق بالفوز على الهلال. ولكنك لا تستطيع أن تجزم أنه خلاص أن الفريق تعافى وسيعود. الزمن مهم جدا في كرة القدم وتوفيق المدرب من عدم، وتحتاج أن تعرف قدرات المدرب، هل هو قادر على أن يشكل فريق خلال الفترة القادمة. يعني في يومين ثلاثة احنا شفنا مانو مينو تزول، ما جاء وفاز وقالوا قراءة ممتازة وما ادري مين، وبعدين انتكس مرة اخرى، لانه المباراة او مباراتين ليست مقياس للحكم على اي مدرب. تحتاج وقت، تحتاج ان تشاهد الفريق في خمس ست مباريات، اذا الفريق قاعد يتقدم مستوى من مباراة الى اخرى، اذا في مؤشرات على انه فعلا المدرب فاهم ما يريد وقادر يوظف اللاعبين. بالتأكيد انه المجال مفتوح، لا زالت يعني الدوري في الملعب لمن هو قادر على أن يفوز على الفرق المنافسة. سؤال، فوز النصر على الهلال لأنه كان أفضل في المباراة؟ والله شوف، هو كان أفضل من ناحية الرغبة والحماس، ولكن لم يكن أفضل فنيا. الهلال يعني ب30% من مستوى كان قادر أنه يعني يفوز على النصر، ولكن الهلال بعيد جدا عن المستوى، لا من حيث الناحية الذهنية ولا التركيز ولا حتى التعامل مع المباراة والتفاعل معها. فهذه أمور يعني في كرة القدم يعني قد لا تكون الأفضل وتفوز، وقد تكون الأفضل وما تستطيع الفوز. نعم. فهذه يعني وضع طبيعي. طيب أبو محمد، الأهم يمكن منعطف للنصر هذا الموسم هي مباراة الاتفاق في كأس الملك.
الخسارة ترجع الفريق للمربع الأول باعتبار أن المنافسة على الدوري صعب وخرجت من كأس الملك فأنت في موسم سلبي. الفوز يمكن تكون أهم نقطة للانطلاقة الفعلية بعد مباراة الديربي. أكيد الفوز 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 أهو مباراة واحدة أمام الهلال صححت أشياء كثيرة، حتى طلعت خلت رئيس النادي يتنفس، خلت الإعلام يطلع وهو مبتسم، ما بالك أيضا بالخسارة. النصر مشكلته أنت كنت مبسوط ها؟ على الهلال أنا لا والله أنت مبسوط أن النصر فاز على الهلال في المباراة. والله شوف يا أخي أنا ودي أقول كلام وخايف أنه بعض الناس يأخذوا على أنه لا خضراتك أنا أتعامل مع كرة القدم كشاعر وهي قصيدة إيه؟ فعندما أجد الجمال أكتبه بطريقتي يعني ولو ترجع لمقالي بعد أن توج الهلال بآسيا تقول أنك تقول أني هلالي أفو أكثر من عبد الكريم الجاسم وهذه قد تكون ميزة لا يملكها إلا نادرون أمثالي أنا وعبد الكريم. طيب أنت بس ما جاوبتي للحين ها؟ أما بالنسبة للنصر فأعتقد أن مشكلة النصر أنه ما عنده طريقة معالجة أزمة، يعني مباراة واحدة قد تشعل أزمة، اختلاف مدرب مع لاعب قد تجعل تخلق أزمة، لاعب يغيب على التمارين تخلق أزمة، وردت فعل على طول. في الأندية كلها ترى تحدث أزمات لكن تحل بسرية تامة. اليوم رئيس الهلال قدم على عمل جيد، فريق خسر حضر اليوم التدريب الصباحي، عزم الفريق على حسابه في النادي وجبة غداء مناقشة الأمور من خلالها، وأيضا في نفس الوقت تجديد الثقة في أن الفريق ما زال المنافسة موجودة ونملك القدرة تملك القدرة أنكم تنافسوا. وفي نفس الوقت أيضا يمكن ربما اجتمع المدرب النصر كما ذكرت يملك القدرة أنه ينافس على كل البطولات، لكن هزيمة واحدة ربما تصنع فيه أزمة، ما بالك عندما يخرج أمام الاتفاق. ومباراة الاتفاق ترى ما هي سهلة، اتفاق من الفرق اللي الآن متطورة مع فلادان في الفترة الأخيرة، صحح أشياء كثيرة داخل الفريق، وبالتالي أعتقد أن خروج النصر سيعود بلا شك للمربع الأول. وإن كنت أضم صوتي لصوت أبو يزيد، يا أخي على أي أساس مثلا أنا كنادي الاتفاق ينقصني 4 لاعبين وألعب مباراة بمنقص؟ ليه ما أجل المباراة؟ لكن اللي أعتقد أنا وكما وصلني من بعض الزملاء انه يقول لك يمكن يصلوا بكره ويمديهم يعني تمرين هذا المتوقع يعني هذا المتوقع هذا بس البعض يقول لك حتى لو وصلوا راح يكونوا مرهقين يعني مشاركين في بطوله يعني ما راح يكونون في وضعهم الطبيعي. طيب انا وصلت النهاية، بتقول شيء يا ابو محمد؟ اقول لا الف شكر يا صديقي، والعكس مباراه الكؤوس زي ما ذكرت يمكن الاربع الكبار كلهم يخرجوا من الاداء وتصفح البقيه، فبالتالي اعتقد انه أن في هذه المباريات بالذات لا يحكمها مستوى ولا يحكمها تاريخ ولا يحكمها أيضا مواقع. نعم أنا أشكرك أحمد الشمراني، شكرا أبو محمد، شكرا عبد الكريم الجاسر، شكرا لك أبو يزيد، حياك الله، شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة. بكرة إن شاء الله تفاصيل جديدة في كرة القدم السعودية في أمان الله.